إخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد اللي كنتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم أنه ينال إعجاب ديالكم، كونسيبت جديد هو أجي تعرف شكون هو. اليوم إن شاء الله غنقترح واحد البطل، واحد من الناجحين الكبار في اليوتيوب المغربي. كنتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم أن الحلقة تعجبكم. الله يجازيكم بخير، ما تنساوناش من لايك ومن سبسكرايب اجل التشجيع ديالنا. اذا الاخوه والاخوات، بطل ديالنا لهذه الحلقه هو مصطفى سوينغا. لينوس على سي مصطفى، تحيه لسي مصطفى. سي مصطفى رجل غني عن التعريف، مصطفى فكاك المعروف مصطفى سوينغا، هو واحد من الشباب المغاربه الذين استطاعوا ان يصنعوا لانفسهم مكانه مهمه في الويب المغربي، بحيث ان هذا السي مصطفى يعتبر واحد من صانعي محتوى ذو جوده عاليه في المغرب. السي مصطفى بسم راسو على يعني واحد لا كارير مهمه جدا في سميتو في يوتيوب المغربي، بحيث انه تناول تبارك الله عليه مواضيع مهمه جدا بالقناة ديالو اجي تفهم. ندويو شي شويه على السي مصطفى والبدايات ديالو. اولا السي مصطفى ولد بإيمن تانوت سنه 1986 وكبر بمدينه كازا واللي مازال مستقر بها الى حدود الساعه. حصل السي مصطفى سوينغا على بكالوريا علميه، ثم بعد ذلك دار واحد الدبلوم ديال لانفورماتيك، من بعد خدا الشهاده. ثم كسائر الشباب المغاربه مشى اشتغل في واحد الشركه بالراتب ديال 2000 درهم. السي مصطفى ما عجبوش الحال من طبيعه الحال، مشى كيقلب على راسو في بلاصه اخرى، انسحب من الوظيفه لعدم الرغبه ديالو في دفن الاحلام والطموحات ديالو والبقاء كاجير في شركه يساهم فيها في تحقيق طموحات شخص آخر. كان سي مصطفى محب للفن ديال السيرك ومارسو لسنوات طوال. في ديك المرحلة من الحياة ديالو قرر أنه يدخل المدرسة الوطنية للسيرك بسلا، وبدا كيديبلاسا من سلا لكازا كيدير الدروس ديالو في فن السيرك لمدة لا تعد السنوات ليتخرج كفنان سيرك مؤدي ومخرج مسرحي متخصص في السيرك. غير ان فن السيرك في بلاد المغرب من طبيعة الحال، يعني بلاد كالمغرب هذه المهنه هذه ما كتضمنش لقمه العيش، وبالتالي فكر انه يدير المستقبل ديالو في شي حاجه اخرى. وكان مصطفى كيشتغل الايام معدودات فقط حيت الخدمه ما كانت شيء، خدمه قليله، لانه كما لا يخفى عليكم فن السيرك في المغرب ما كيوكلش الخبز. اذا السي مصطفى بالاضافه للقيام ديالو بعروض ديال السيرك وهذه، كان بلي بواحد الحاجه اخرى، كان بلي انه كان كيدير فيسو، كيعشق هذه القضيه ديال كيصوب فيديوهات وكيقاد الامور ديالو. ف هاد المهارة هادي ديالو بدا كيطورها يوما عن يوم. ثم السي مصطفى من التحديات ديالو، يعني وهذا الشيء علاش هو تبارك الله شخصية ناجحة، من التحديات ديالو فكر انه يتزوج في السن ديال 29 سنة، دخل القفص الذهبي، وهذا تحدي من التحديات وصعوبة من الصعوبات اللي واجهت السي مصطفى سوينغا، رغم انه انا ذاك كان لا زال شابا اولا، وكان مازال كيجري على لقمة العيش. فمغامرة يعني ماشي سهل ان اي واحد يديرها. بعد ذلك السي مصطفى رزق بمولوده الاول الله يسخر له، وبذلك تضاعفت المسؤولية ديالو. وسوينغا رغم ذلك لم يكن شخصا ترعبه التحديات والمشاكل وكتشل، وان هاد التحديات تشل الطموح ديالو، بل طالما كان بل طالما كان يواجهها رغم جهله بما يخفيه له المستقبل.
وهذه وحده من العقليات الخطيره ديال الشخص المقاول اللي كيغامر يعني وما عندوش مشكل في انه يواجه جميع التحديات. اذا وكما اسلفنا بجانب المهاره ديالو في فن السيرك والمامه بمجال المعلوميات، كان السي مصطفى كذلك كما اسلفنا بارعا في انشاء الفيديوهات والاعداد ديالها وكذلك تقديمها. دفعه ذلك الى تجربه جديده وهي انشاء فيديوهات على شبكه الانترنت وخصوصا الموقع الشهير يوتيوب. اشتغل السي مصطفى في هذا المجال لصالح اخرين اشهرهم بطبيعه الحال هو عبد الله ابو جد الذي كان انذاك من رواد الويب المغربي. حينها كان يعني السي ابو جد كان واحد من الناس الكبار في المجال. اذا هذا ما كان الاخوان. من بعد ذلك السي مصطفى شوينغا انطلق نحو النجوميه الويب المغربي بعد التجربه ديالو في انشاء قناه خاصه ديالو في الموقع ديال اليوتيوب سماها اجي تفهم. هذا الكونسيبت هذا من طبيعه الحال كونسيبت شهير وكونسيبت تبارك الله، يعني دفع السي مصطفى نحو النجوميه ونحو العاقه كما يقول هو. والبلان جا مزيان هو هذاك كيقول السي مصطفى. انا من المتابعين ديالو على فكره كيعجبني السي مصطفى في الاخر، في ذاك العفويه ديالو، في ذاك الكوميديا ديالو، في ذاك تبارك الله. السي مصطفى واحد من الشباب المغربي اللي خص الشباب ديالنا المغاربه يعني ياخذوه كقدوه كمثال باش ان شاء الله ينطلقوا في الحياه ديالهم ما يبقاو شيء يعني على المجتمع. فدونك السي مصطفى بدا في القناه ديالو اجي تفهم انطلق فيها تبارك الله، حقق نسب مشاهدات عاليه وتفاعل كذلك مشجع السي مصطفى على انشاء الشركه ديال ارت كوستيك التي تقدم خدمات دعائيه على شكل فيديوهات مشابهه التي يقدم الفكاك على قناته اجي تفهم. اعداد تلك الفيديوهات وبعد ذلك انشاء شركه كانت هي الخطوه التي جعلت من مصطفى يقفز الى قمه هرم الويب المغربي وجعل الكل يعترف له بجوده المحتوى الذي يقدمه للمشاهد المغربي. تبارك الله لا يختلف اثنان ان السي مصطفى واحد من الشباب المغاربه العصاميين والمجتهدين. السي مصطفى رمز العمل الطموح والتحدي. مصطفى مثل يحتذى به لمن اراد الايمان بقدراته ومواصله العمل الدؤوب لتحقيق الطموحات والاماني. هذا ما كان الاخوان السي مصطفى. دونك من لا شيء يقدر يوصل لشي حاجه تبارك الله. الان وضع مادي مريح، وضع اجتماعي جيد، عنده الشركه ديالو، عنده الاعمال ديالو تبارك الله. فمن واحد تالف ما عرف ما يدير، يعني ما كان بيدو ما يدير، الشخصيه مرموقه في المجتمع. واحد من المؤثرين الكبار الذين انا شخصيا افتخر المتابعه ديالهم والمشاهده ديالهم. عز ازمه كورونا كنت اتابع السي مصطفى. انا كنت كان الاخبار ديال كورونا كنت اساقيها من داك لي ستوري اللي كيدير في انستغرام السي مصطفى. دونك تبارك الله تواصل العظيم. الى انا اقول وبلا مجامله على انه السي مصطفى يستحق وزير الاتصال في الحكومه المغربيه، بحيث التواصل ديالو تبارك الله سلس وعفوي وانسان جميل جدا. كنتمنى له التوفيق ان شاء الله في الحياه ديالو العمليه، وكنتمنى ان الاخوان ياخذوا هذا السيد هذا كرمز وكقدوه من اجل تحقيق المبتغى ومن اجل ان شاء الله السير قدما لمستقبل افضل. اذا الاخوان هذا ما كان، انتظار ان شاء الله فيديو اخر. كنتمنى لكم الصحه الجيده وكنتمنى لكم السعاده اخواني. اذا عجبكم المحتوى الله يجزيكم بخير، ما تبخلوش علينا بلايك وديروا سبسكرايب القناه ديالنا باش يوصلكم الجديد. وشكرا لكم والى لقاء اخر في فيديو اخر. تبارك الله عليكم.